يعني في المده الاخيره تكثفت الاعتداءات على صحفيين تونسيين خاصه مع الحراك، طالما هناك احتجاجات وهناك احداث في الشارع وتغطية على الميدان، فانه يتم الاحتكاك بين الصحفيين وبين المحتجين ولا رجال الامن، يكون فما اعتداء على الصحفيين، وكانه في تونس معناها الصحفي لا يستطيع العمل دون ان يكون المعتدى عليه. وهذا كان نرجع للتقرير متاع النقابة الوطنية للصحفيين أو تقارير منظمات أخرى كما مركز تونس لحرية الصحافة، تلقى فما استهداف للصحفيين، خطر الاعتداءات في تصاعد وتصاعد حسب الأحداث، من جهة معناها فما استهداف للصحفيين ومن جهة نتيجة للتحريض على الصحفيين. معناها نشوفوا احنا كل فين يصير اعتصام في تونس أو حركة احتجاجية في مجال في قطاع معين أو بصفة عامة شعب بصفة عامة، فإنه يكون هناك ضحايا من الصحفيين ومعتدى عليهم بشتى الطرق معناها، والمعتدي يختلف يعني من حدث إلى آخر. نجم نلقاو رجال الأمن يعتديوا على الصحفيين، نلقاو المحتجين بيدهم يعتديوا على الصحفيين، نلقاو بعض الميليشيات تعتدي على الصحفيين. هناك استهداف للصحفيين، علاش؟ على خاطر الإعلام الآن قاعد يقوم بدور كبير برشا وقاعد يكشف في عديد الحقائق. تعود على الإعلام الحر والإعلام المستقل مازال ما تمش استيعاب هذا الأمر معناه من قبل خاصة السياسيين. السياسيين إلى حد الآن يحرضون على الإعلاميين في كل معناها، وعنا معناها الديكلاراسيون الأخرى متاع رئيس الجمهورية أنه يحمل المسؤولية للإعلام. أي رجل سياسة معناها يخصص ويخص الإعلام بجزء كبير في خطابه، علاش؟ ذكر الإعلام للحقائق كما هي يقلق رجل السياسة وما يخليش معناها يرى الرسالة بوضوح. الإعلام هو ينقل ما ينتجه السياسيون معناها من 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 خطابات، وخطاباتهم هي خطابات تحريضية وليس خطاب الإعلام. الإعلام هو ينقل ما هو موجود سواء في المجلس الوطني التأسيسي أو في الحكومة أو في أي مجال ولا في أي حدث يصير ويتم تغطيته. الجديد انه كان نربط الاحداث ببعضها في تونس في مصر في ليبيا، معناها بشكل رهيب تم اغتيال صحفيين معناها في ليبيا وفي مصر. الاعلام يدفع في الثمن متاع الحرية، والاعلام في تونس معناها كان واقف ومازال واقف ضد هال محاولات السياسيين انه يهيمنوا على الاعلام او انهم يوجهوا الاعلام حسب رغبتهم. عديد السياسيين الخطاب المباشر نتاعو يقول لك انا مع حريه الاعلام ومع حريه الصحافه، ولكن الممارسه نتاعو في علاقه بالاعلام تكشف معناها الوجه الاخر، انه هما يحبوا يوجهوا الاعلام ويحبوا الاعلام يكون اعلام تاع تلميع صوره، ويحملون الاعلام بعض النكسات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية خاصة، وهذا هذه مغالطات يحبوا خاصة بعد ما صارت المصالحة بين المواطن التونسي المتلقي التونسي ووسائل الإعلام. التونسي الآن ينتظر وسائل الإعلام التونسية باش تعطيه الحقائق، ما عادش كما قبل كنا نلجأ للآخر للصحف الأجنبية باش نعرفوا أخبار بلادنا. الآن المواطن التونسي يستمع إلى الراديو، يستمع إلى يقرأ الصحف، ينتظر نشرات الأخبار. ثم إخلالات مهنية وكل شيء، الناس الكل معناها معترفين بها، وأحنا كنقابة نحاول ندركوها، والصحفيين قاعدين يوم بعد يوم معناها يتطوروا، ولكن راهو مش باش نتنازلوا على حرية الصحافة، أخاطر الآن معناها تمتعنا أحنا كإعلاميين بلذة حرية التعبير وحرية الصحافة، ولن نتراجع عن هذا المكسب. لذلك سنكون في تصادم متواصل مع السياسيين الذين لا يؤمنون حقيقة بحرية الصحافة. الاعتداءات على الصحفيين احنا كنقابة وطنية للصحفيين يعني نددنا بها في عديد المناسبات. تقاريرنا كانت تقرير 3 ماي كان معناها جامع لعديد الانتهاكات، وبوبناها الانتهاكات حسب المعتدي
باش نوريه شكون اللي يعتدي على الصحفيين. عملنا جلسات مع المسؤولين مع الحكومة، ندنا حبينا نوصلوا إلى حلول، معناها مكننا الصحفيين من عديد من التدريب، احنا ندربوا إلى حد الآن، معناها عنا توا 5 دورات تدريبية في الشهر هذا وفي سبتمبر حول السلامة المهنية للصحفيين أثناء تغطيه الأحداث والمواجهات. علاش؟ خاطر شفنا اللي ولاو في المواجهات يتعرضوا لعديد الاعتداءات. بطبيعة في مصر بعيدا عن التجاذبات السياسية وعما يحصل والمجزرة اللي صارت، وإحنا كنقابة وطنية نندوا بالمجزرة هذيك بصفة عامة، وفي نفس الوقت هو أكثر نندد بالاعتداءات على الصحفيين وقتل الصحفيين. وأنا الآن معناها في تواصل مع النقابة المصرية ومع الاتحاد الصحفيين العرب لتنسيق المواقف حتى نضع حد، لأنه هناك كذلك استهداف في حالات الاغتيالات اللي تعرضوا لها الصحفيين، هناك استهداف للصحفيين في مصر، وهذا ما أفادني به الزميل جمال من النقابة المصرية. ننسق الآن في المواقف حتى نتمكن من حماية الصحفيين وتنديد بهذه الاعتداءات حتى لا تكون معناها العادة التي ربما تكون كارثية على قطاع الإعلام في مصر أو في تونس. كذلك نددنا باغتيال الصحفي الليبي قساد، وهذا خطير برشا، يلزم اتحاد الصحفي العرب معناها يجدد معناها طرق العمل متاعه في علاقة بالاعتداءات على الصحفيين، ويخرج من التنديد إلى وضع استراتيجية واضحة مع كل النقابات العربية لوضع حد للاعتداءات على الصحفيين.